آخر ليكتشر عندنا في الكلينيكال بكتيريولوجي هي المايكوبكتيريا اند ميسيلينياس بكتيريا الباثوجينز. استعرضنا في المحاضرات اللي فاتت الريديلي جرام ستيند ميديكالي امبورتنت بكتيريا، وخدنا منهم جرام بوزيتيف كوكاي وباسيلاي، وخدنا كمان جرام نيجاتيف كوكاي وباسيلاي. النهارده هنشوف مع بعض النوت ريديلي جرام ستيند بكتيريا، البكتيريا اللي ما بتاخدش الجرام ستين. قسمناهم لأوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا زي الكلاميديا والريكتيا اللي هنتكلم عليهم. عندنا النوت ريديلي جرام ستيند بكتيريا برضو في منهم النوت أوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا زي المايكوبكتيريا والمايكوبلازما والتروبونيما والليبتوسبايرا، وهنستعرضهم مع بعض. نبدأ بالمايكوبكتيريا، هي ايروبيك اسيد فاست باسيلوي. لو جينا نبص على المايكوبكتيريا هنلقى السيل وول بتاعتها فيها هاي ليبيد كونتنت. مين ليه الليبيدز اللي موجودة فيها بنسميها مايكوليك اسيدز؟ طيب مهم جدا، عشان الهاي ليبيد كونتنت دي بتخلي البكتيريا صعب ان احنا نعمل لها ستيننج، فالمايكوبكتيريا ديفيكولت تو بي ستين. انما خاصية الاسيد فاستنس معناها ان البكتيريا لو نجحت ان هي تاخد اي ستين هتعمل له ريتيننج، هتاخده جواها وهتريزيست الدي كولاريزيشن بالاسيدز او الالكول. يبقى هي صعب ان هي تبقى ستيند باي صبغة، ولكنها وانس ان احنا نجحنا ان احنا نعمل لها ستيننج البكتيريا هتاخد الصبغة دي وتحتفظ بيها وما تخرجش منها ابدا. لو نفتكر مع بعض احنا كنا شفنا المايكوبكتيريا في اللاب وقلنا ساعتها احنا عملنا لها سبيشال ستين اسمه الزيل نيلسون ستين. الزيل نيلسون ستين ده مكون من ثلاث صبغات، اول صبغه فيهم هي الكربولفوكسين، لو نفتكر كان لونه ريد شفناه في اللاب مع بعض. بعد كده بنحط ماده دي كولرايزر، واخر حاجه عندنا الكاونتر ستين بتاعنا هو اسمه ميثيلين بلو لونه ازرق. طيب نشوف مع بعض، هي اسيد فاست باسيلوي يعني معنى كده لو اخدت اي ستين ونجحت انها تاخده هتعمل له ريتيننج، فما بنيجي نحط الكربولفوكسين الباسيلوي بتاخد اللون بتاعه عشان كده لونها ريد قدامنا كده. لو جينا نعمل لها دي كولرايزيشن هتريزيست الدي كولرايزيشن ومش هتفقد لون الكربولفوكسين اللي هو اللون الاحمر. طيب الخلفيه بتاعه السلايدز اللي هي اللي مثلا لو احنا واخدينها من عينه سبيوتم، بقيه الايه السامبل اللي موجوده على السمير بتاعتنا هتاخد لون الكاونتر ستين زي ما قلنا هو لونه ازرق اللي هو الميسيلين بلو، فهنلقى الخلفيه زرقاء والباسيلاي باينه ريد فيها، عشان كده بنقول عليها اسيد فاست باسيلاي. الكاركتر المهم في المايكوبكتيريا ان هي الجروس ريت بتاعها قليل، فهي الجروس بتجرو فيري سلولي. فمعنى كده بينعكس علينا ايه؟ لما بنيجي نعمل ثيرابي للعيانين لازم نحط في بالنا ان احنا ناخد لونج ديوريشن وقت طويل، وما نستخدم ثيرابي لازم تبقى كومبايند، نستخدم كذا نوع من العلاج عشان الجروس ريت بتاعها القليل دوت. كمان لازم نحط في بالنا واحنا بنشخصها ان احنا ندور على رابيد دايجنوستيك ميثودز عشان نقدر نشخص بسرعه العيانين ونديهم التريتمنت المناسبه. بنقسم المايكوبكتيريا الى مايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس كومبلكس، وده في المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس والمايكوبكتيريوم بوفيس. المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس هي دي اللي بتسبب التيوبركلوزيس ان هيومن، والهيومنز هما الناتشورال ريزرفوار بتاعها. طيب المايكوبكتيريوم بوفيس الكاتل هما الناتشورال ريزرفوار عشان كده بتعمل تيوبركلوزيس ان كاتل، بس ممكن تبقى طبعا ترانسميتد للهيومن وتسبب لهم برضو تيوبركلوزيس. الاتيبيكال مايكوبكتيريا ده جروب من المايكوبكتيريا بتبقى سابروفايتس في الانفايرومنت موجوده حوالينا، وعندنا المايكوبكتيريوم ليبرا اللي بتسبب لنا مرض الجذام او الليبروزي،
يبقى الميديكالي امبورتنت بكتيريا اللي احنا هنتكلم عليهم المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس كومبلكس، وفي منها مايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس ومايكوباكتيريوم بوفيس. الاتيبيكال مايكوباكتيريا دول ساپروفايت في الانفايرومنت موجودين حوالينا، والمايكوباكتيريوم ليبرا اللي بتسبب لنا الليبروزي ديزيز. هنبدا بالمايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس كومبلكس. نبدا بالمايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس. زي ما قلنا هي ايروبيك اسيد فاست باسيلاي، هي اوبليجيت ايروبيك اورجانيزم. ده بيفسر لنا ليه هي بتعمل الديزيز في الهايلي اوكسجينيتد تيشوز، في التيشوز اللي فيها هاي اوكسجين تنشن زي الابر لوب اوف ذا لانج والكيدنيز. بقيه المورفولوجي بتاعها زي ما قلنا هي نون موتايل نون كابسوليتد نون سبور فورمينج اسيد فاست باسيلاي. لقينا فيها كمان كاركتر مهم جدا ان هي بتريزيست الديهايدريشن، فتقدر تعيش في الدرايد اكسبكتوريتد سبيوتم وتبقى ترانسميتد باي ايروسولز، يعني تقدر تعيش في السبيوتم اللي هو البصاق الناشف ده فتره طويله وتبقى ترانسميتد باي ايروسولز. لو جينا للفيرولنس فاكتورز اوف مايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس لقينا ان الفيرولنت سترينز منها اهم فاكتور فيها هو الكورد فاكتور. لقوها ان هي بتجرو في كورد لايك باترن او سيربنتاين باترن، يعني الباسيلاي بنلاقيها لفه حوالين بعضها ومديه منظر الكورد او السيربنتاين باترن، ده هو ده اللي لقيناه في الفيرولنت سترينز. فأهم فيرولنس فاكتور فيها هو الكورد فاكتور. لو جينا للريزرفوارز والمود اوف ترانسميشن، زي ما قلنا المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس الهيومنز هم الناتشورال ريزرفوار، والمايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس بيبقى ترانسميتد عن طريق الاير بورن روت، هيومن تو هيومن ترانسميشن عن طريق الاير بورن روت. طيب المايكوباكتيريوم بوفيس زي ما قلنا الكاتل هم الناتشورال ريزرفوار، هي في الكاتل بتعمل زي ما قلنا بتعمل التيوبركلوزيس في الكاتل. ممكن تبقى ترانسميتد للهيومن او انيمال تو هيومن ترانسميشن عن طريق الانجيشن اوف امباستورايزد ميلك، هتعمل في الهيومن جاسترو انتستاينال تيوبركلوزيس، بس ما فيش هيومن تو هيومن ترانسميشن. زي ما قلنا المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس بتعمل لنا التيوبركلوزيس ديزيز. الانيشيال سايت اوف انفكشن بتبقى يوجوالي اللنج بتاعتنا. طيب زي ما قلنا المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس الفيرولنس فاكتورز اللي موجوده فيها ما لقيناش غير الكورد فاكتور، لقينا ان الفيرولنت سترينز بتجرو ان كورد لايك باترن، يعني البكتيريا بتاعتنا دي مش توكسوجينيك. امال بتعمل لنا تيوبركلوزيس ديزيز ازاي؟ قدرتها ان هي تسرفايف ومالتبلاي وزن زي ماكروفاجس، هي دي اهم حاجة بتخليها تقدر تعمل لنا التيوبركلوزيس ديزيز. لو جينا نشوف الليجنز اللي بتحصل في اللنج عندنا تو تايبس اوف ليجنز. اول ليجن هو الاكسيوديتيف ليجنز، دي بتبقى عباره عن اكيوت انفلاماتوري ريسبونس بتحصل في مكان السايت اوف انفكشن في اللنج. طيب وفي انذر ليجنز اللي هي الجرانيولوميتس ليجنز، دي بتبقى فيها باثوجنومونيك سيلز اسمها اللانجر هانز جاينت سيلز. يهمنا نبقى عارفين الجونز كومبلكس اللي هو بيبقى مكون من الاكسيوديتيف ليجن اللي هو بيحصل في اللنج زائد الدريننج ليمف نودز اللي هي دريننج زي سايت اوف انفكشن، بنسمي ده على بعض الجونز كومبلكس. يبقى الجونز كومبلكس هو الاكسيوديتيف ليجن اللي حصلت في اللنج عند الانيشيال سايت اوف انفكشن زائد الدريننج ليمف نودز بتاعتها. البرايمري ليجنز اللي بتحصل في اللنج يوجوالي بتحصل في اللور لوبس اوف ذا لنج، مهم جدا نبقى عارفينها. زي ما قلنا عندنا تو ليجنز بيحصلوا في التيوبركلوزيس اللي هم الاكسيوديتيف ليجنز والجرانيولوميتس ليجنز. الجرانيولوما لما بتتكون وتبقى سراوندد باي فايبرس تيشو
وبعد كده يجي السنتر بتاعها يحصل له كازيشن نكروزس which is a type of necrosis، بتتكون فيه تشيزي ماتيريال كده جوه السنتر بتاع الجرانيلوما، بنسمي دي على بعضها التيوبركل. فالتيوبركل اللي بيتكون هو عبارة عن الجرانيلوما اللي surrounded by fibrous tissue والسنتر بتاعها بيحصل فيه كازيشن نكروزس. التيوبركلز دي بتعمل healing by fibrosis and calcification. طيب التيوبركلز دي اتكونت في اللنج، طيب الديزيز ممكن يحصل له spread ازاي؟ اول طريقة للسبريد عندنا التيوبركل اللي اتكونت دي في اللنج ممكن تيجي على برونكس، البرونكس اهي جنبها ممكن تعمل لها اروجن، ممكن تعمل اروجن للبرونكاي وتبتدي تطلع الكازيس ماتيريال اللي موجودة جواها دي جوا البرونكس، ومنها تعمل سبريدنج لبقية البارتس بتاعة اللنج، وممكن يحصل لها ايه؟ تطلع وتحصل لها ايه؟ swallowing، تتبلع وتوصل للجي اي تي، او ممكن يحصل لها ايه؟ اكسبكتوريشن او سبيتنج، العيان يخرج السبيوتم ده ويعدي بيه انذر بيرسون. يبقى التيوبركل جواه الكيزيس ماتيريال ممكن يحصل لها ايه؟ تعمل اروجن للبرونكاي وتفضي الماتيريال بتاعتها، ومنها تسبريد لبقيه اللنج، او نفس الماتيريال دي تطلع وتحصل لها swallowing وتافكت الجي اي تي، او تبقى expectorated with affect another person، او ممكن يحصل لها spread فين؟ تروح على البلد، ومن البلد ممكن يحصل لها dissemination لأي organs في البودي. طيب مهم جدا نبقى عارفين ان dissemination او spread بتاع الorganism لأي organ في البودي ممكن يحصل very early جدا في disease لو immune system بتاعنا قليل، لو السيل mediated immunity قليلة، او ممكن في اي وقت طبعا very late لو العيان بقى اميونو كومبرومايزد. فالاميونيتي بتاعه العيان هي اللي بتحدد قدرتنا على الديسيمينيشن، لو الاميونيتي قليله بدري في الديزيز ممكن يحصل ديسيمينيشن very early، لو الاميون سيستم في اي وقت حصل له ايه؟ حصل قل، العيان بقى اميونو كومبرومايزد، ممكن يحصل ديسيمينيشن للديزيز للبادي اورجانز. زي ما قلنا التيوبركلوزيس الانيشيال انفكشن يوجوالي بيحصل في اللنج، وزي ما قلنا اللنج ليجن ممكن يكون اكسيوديتيف ليجن او جرانيلوميتس ليجن، وقلنا الليجن اللي بيحصل في اللنج بيبقى في اللور لوبس اوف ذا لنج، وقلنا الجونز كومبلكس بيبقى عبارة عن الاكسيوديتيف ليجن زائد الانلارجد لينف نود. نعرف الناس اللي بيجيلهم مايكوبكتيريام تيوبركلوزيس 10% منهم بس اللي هيجيلهم برايمري تي بي ديزيز، و 90% من الانفكتد بيرسونز بيبقوا اسيمتوماتيك، الباسيلاي بتفضل دورمنت والعيان بيبقى اسيمتوماتيك وبنسميه ليتنت تي بي انفكشن. طيب الليتنت تي بي العيان بيفضل من غير سيمتومز وما عندوش مشكله، انما ممكن يحصل ري اكتيفيشن. الري اكتيفيشن قلنا بيحصل في العيانين اللي هم الاميونو كومبرومايزد او الديبليتيتد بيشنتس اللي مناعتهم قليله، يحصل فيهم ري اكتيفيشن ويرجع الديزيز تاني يظهر. طيب الري اكتيفيشن ده نعرف ان الليجنز اللي بتحصل فيه في اللنج بتيجي في اللنج ايبكس في الابر لوب اوف ذا لنج، يبقى البرايمري ليجن في البالمونري تيوبركلوزس بيحصل في اللور لوب اوف ذا لنج، الري اكتيفيشن ليجن بيحصل في اللنج ايبكس او في الابر لوب اوف ذا لنج. طيب نيجي العيانين اللي بيجي لهم برايمري تيوبركلوزس، ممكن التيوبركلوزس بيحصل له هيلينج باي فايبروزس، وممكن العيان يحصل له ايه؟ يحصل بروجريشن، لو العيان اميونو كومبرومايزد ممكن يحصل الديزيز يبقى بروجريسيف لونج ديزيز، او يحصل هيماتوجينوس سبريد والديزيز يبقى افكتنج ميني اورجانس في البادي. زي ما قلنا كلينيكالي العيان بيبقى في ثلاثة فورمز ممكن نشوفهم، الكومن كلينيكال فورم هو البرايمري تيوبركلوزس والعيان بيبقى بريزنتد والليجن هنا في الحالة دي زي ما قلنا بيبقى في اللور لونج لوب، ممكن العيان يجي بديسيمينيتد ليجن، ليجنز افكتنج البادي كله بنسميها الميلياري تيوبركلوزس،
أو ممكن العيان يجي بإكسترا بالمونري تي بي affecting any organs من البادي زي usually ال CNS ممكن يحصل affection للمننجيس أو يأفكت الكيدنيز أو يأفكت الفرتبرال بوديز وساعات بنسميه البوتس ديزيز. يبقى كلينيكالي بيبقى عندنا ثلاثة فورمس من التوبركلوزس: البرايمري تيوبركلوزس، الميلياري تيوبركلوزس، والإكسترا بالمونري تيوبركلوزس. بعد كده عندنا الاتيبيكال مايكوباكتيريا او المايكوباكتيريا اذر ذان تيوبركلوزس وساعات بنختصرهم في الموتس. هما سابروفايتس في الانفايرومنت حوالينا، موجودين نورمالي في الووتر والسويل. بنعمل لهم كلاسيفيكيشن لاربع جروبس حسب الريت اوف جروث والبيجمنت برودكشن. اول جروب عندنا اسمهم فوتوكروموجينز، دول بيعملوا بيجمنتيشن لما بيتعرضوا للضوء، يبقى بيعملوا لنا يلو او اورنج بيجمنتد كولونيز وين اكسبوزد تو لايت. تاني جروب اسمهم سكوتوكروموجينز، هما بيعملوا بيجمنتيشن في الداركنس، اما بيبقى في ضلمه هما بيقدروا يعملوا بيجمنتيشن. جروب 3 اسمهم نون كروموجينز، دول ما بيعملوش اي بيجمنتيشنز. جروب 4 اسمهم رابيد جروورز، دول بيعملوا كولوني في خلال وقت اقل من 7 ايام. يبقى تاني اربع جروبس، اول جروب اسمهم فوتوكروموجينز بيعملوا بيجمنتد كولونيز وين اكسبوزد تو لايت، تاني جروب سكوتوكروموجينز بيعملوا بيجمنتيشن ان ذا دارك، جروب 3 اسمهم نون كروموجينز ما بيعملوش اي بيجمنتيشن، جروب 4 اسمهم الرابيد جروورز. زي ما قلنا هما نورمالي موجودين في الانفايرومنت حوالينا، فيعملوا انفكشنز بالذات في الناس اللي هما اميونو كومبرومايزد اللي مناعتهم قليله زي الايدز بيشنتس. احنا بنعرفهم ليه؟ لان هما كلينيكالي ممكن يعملوا لنا بالمونري ديزيز شبه البالمونري تيوبركلوزس العادي بتاعنا، فعشان كده لازم نبقى عارفينهم كويس. ممكن كمان يعملوا لنا في البيشنتس جرانيولوميتس سيرفايكال ادينايتس. بعد كده عندنا المايكوباكتيريوم ليبرا، وزي ما قلنا دي الكوزيتيف اورجانيزم للليبروز ديزيز او مرض الجذام. هي برضو اسيد فاست باسيلاي، نان موتايل، نان كابسوليتد اند نان سبور فورمينج، وبرضو الجروث ريت بتاعها فيري سلو. نعرف عنها كمان ان هي برايمري هيومن باثوجين، ولها تو امبورتنت كاركترستيك نبقى عارفينهم. اول حاجه ان هي ما بتقدرش تجرو على الارتفيشال ميديا ولا السيل كلتشر، انما تقدر نعمل لها جروس ونشوفها على الاكسبيرمنتال انيمالز، اشهرهم انيمال اسمه الاراميديلو وممكن كمان المايس. حاجه مهمه كمان نعرفها عن المايكوباكتيريوم ليبرا ان الاوبتيمال تمبريتشر للجروس بتاعها هي 30 درجه مئويه 30 ديجري. مهم جدا نبقى عارفين ده عشان اما هنيجي نشوف مرض الليبروزي هنلقى الاورجانيزم بيعمل لنا افكشن للسكين والسوبرفيشال نيرفز، لان دولت الكولر تيشوز في جسمنا، هم دول اللي درجه الحراره بتاعتهم بريفيرابل للاورجانيزم عشان يجرو. عشان كده نبقى عارفين كويس ان الاوبتيمال تمبريتشر للجروس هي 30 درجه مئويه، وعشان كده هو الاماكن اللي بيعمل لها افكشن السكين والسوبرفيشال نيرفز. طيب المرض بتاع الليبروزي او الجذام بينتقل ازاي؟ بيحتاج برولونجد كونتاكت مع البيشنتس اللي عندهم ليبروزي، اللي هم بيعملوا ديشارج للليبرا باسيلاي بعدد كبير جدا في السكريشنز بتاعتهم ومن السكين ليجنز اللي في جسمه. يبقى مهم جدا الديزيز ترانسميتد باي برولونجد كونتاكت ويز بيشنتس ويز ليبروزي هو ديشارج الليبرا باسيلاي in large numbers، لازم يكون الباسيلاي خارجه في كميه كبيره in nasal secretions و from the skin lesions. زي ما قلنا مرض الليبروزي mainly affecting the skin and superficial nerves. طيب النيرف دامج اللي بيحصل في الديزيز بيبقى سببه حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الدايركت كونتاكت مع الليبرا باسيلاي، تاني حاجه السيل ميديتد اميونيتي اللي بتعمل اتاك على النيرفز، هما دول السببين اللي بيعملوا نيرف دامج في البيشنتس ويز ليبروزي، الدايركت كونتاكت مع الليبرا باسيلاي والسيل ميديتد اميونيتي اما بتعمل اتاك للنيرفز.
زي ما قلنا الليبروزي ديزيز الانفكشن فيه بيبقى acquired بالبرولونجد كونتاكت مع البيشنتس اللي عندهم الليبروزي، وقلنا البيشنتس دول بيعملوا ديشارج للليبرا باسيلاي ان لارج نمبرز في النيزل سكريشنز ومن السكين ليجنز بتاعتهم. الديزيز ده مش عارفين ازاي البكتيريا بتخش جسمنا، مش عارفين البورتال اوف انتري بتاع البكتيريا دي بيحصل ازاي. كل اللي عارفينه ان عشان ينتقل المرض لازم يبقى في برولونجد كونتاكت بين الايه بين البيشنت وشخص تاني سسبتبل عشان ينتقل له الديزيز. اهم دور بيلعبه الاميون سيستم في الفايت اجينست الليبروسي ديزيز بتلعبه السيل ميدييتد اميونيتي، وعلى حسب السيل ميدييتد اميونيتي بتاعه البيشنت الديزيز بياخد تو فورمز، يا اما تيوبركلويد ليبروزي او ليبروميتاس ليبروزي. التيوبركلويد ليبروزي ده بيبقى مايلد فورم من الليبروزي ديزيز. السيل ميدييتد اميونيتي بتاعه الشخص بتبقى انتكت وقويه وبتعمل ريسبونس كويسه، عشان كده الاميون سيستم بيحاول يحد شويه من الديزيز، فنلقى السكين ليجنز اللي بتحصل في التيوبركلويد ليبروزي بتبقى قليله، عدد السكين ليجنز بيبقى فيو، والنيرف ديستركشن ما بيبقاش جامد قوي، ونلقى بس معاه سيكند سوبرفيشال نيرفس، نلقى كميه الباسيلاي في الليجنز بتبقى قليله، والترانسميشن لايكلي هود برضو هتبقى قليله لان السيل ميدييتد اميونيتي بتاعتنا كويسه وفايتنج الانفكشن. امال اللي بروميتاس ليبروزي بقى، لا ده سيفير فورم من الديزيز، هنا السيل ميدييتد اميونيتي بتبقى ديبرسد، بتبقى ريديوسد قليله او ممكن تبقى ابسنت، فنتوقع ان السكين ليجنز اللي هتبقى موجوده اكيد هتبقى مالتيبل، بتبقى كتيره، والتيشو ديستركشن اللي هيبقى حاصل هيبقى كبير. العيان من كتر السكين ليجنز اللي بتبقى عنده بنشبه وش العيان ده بياخد شكل اليوناين فيشز، يعني بيبقى شبه وش الاسد من كتر السكين ليجنز اللي عنده. والليبرا باسيلاي بيبقى عددها كبير في الليجنز، والترانسميشن لايكلي هود هنا بتبقى عاليه، وزي ما قلنا السيل ميدييتد اميونيتي بتبقى ريديوسد او ابسنت، عشان كده ما بنقول الانفكشن بيبقى اكوايرد بالبرولونجد كونتاكت ويز بيشنت ويز ليبروميتاس ليبروزي. دلوقتي نقولها بقى مع العيانين اللي عندهم ليبروميتاس ليبروزي، لان العيانين دول بيعملوا ديشارج للليبرا باسيلاي ان لارج نمبرز ان نيزل سكريشنز اند سكين ليجنز. يبقى تاني نبقى عارفين كويس جدا ان الفيت بتاع الديزيز بيعتمد على السيل ميدييتد اميونيتي بتاعه البيشنتس. والله لو السيل ميدييتد اميونيتي زي ما قلنا بريزنت وقويه هتعمل ايه، هيبقى الفورم اسمه تيوبركلويد ليبروزي. اخبار السكين ليجنز ايه، فيو. اخبار التيشو ديستركشن ايه، قليل، وممكن يبقى فيه سكند سوبرفيشال نيرفس. النمبر اوف ليبرا باسيلاي في الليجنز فيو. الترانسميشن لايكلي هود هتبقى لو، والسيل ميدييتد اميونيتي كويسه. طيب لو البروميتاس ليبروزي زي ما قلنا هيبقى ايه، عندنا مالتيبل نودولار ليجنز في العيان وفي ماركت تيشو ديستركشن، النمبر اوف ليبرا باسيلاي هتبقى كتيره، والترانسميشن لايكلي هود هيبقى عالي، والسيل ميدييتد اميونيتي زي ما قلنا ريديوسد وابسنت. مهم جدا نبقى عارفين الفرق ما بين التو فورمز اوف ليبروزي. لو جينا نشوف الكيس دي مع بعض، بيقول لنا your patient is a 25 year old and complains of a cough for the past month. The cough now is productive and blood streaked. Gram stain revealed no organisms, but acid fast stain of the sputum reveals acid fast bacilli. Culture of the sputum shows no growth at 7 days. لو جينا نفكر كده في الكيس دي عشان نقدر نشوف مين الموست لايكلي بكتيريا اللي عامله لنا الانفكشن ده، هو هنا العيان بيشتكي من برودكتيف كاف، والكاف دي بلاد ستريك، هو هنا بيودي دماغي ناحيه البالمونري تيوبركلوزس، وقال لك كمان ان الجرام ستين ما طلعش اي اورجانيزم، انما الاسيد فاست ستين ها طلع اسيد فاست باسيلاي. انا كده دخلت في المايكوبكتيريا، والكالشر بتاع السبيوتم ما وريناش جروس عند 7 ايام، زي ما قلنا المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس بيبقى
الجروث ريت بتاعها بيبقى فيري سلو عشان نقدر نشوفها بتاخد وقت طويل عشان تطلع. فمينلي البكتيريا اللي عامله لنا الانفكشن ده هي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس. بعد كده عندنا المايكوبلازما، هي اصغر اورجانيزم موجود عندنا، السمولست فري ليفنج اورجانيزم موجود عندنا. مهم جدا نبقى عارفين عنها، زي ما قلنا قبل كده ان كل البكتيريا عندها سيل وول اكسبت المايكوبلازما. ده فيري سترايكنج ليها ان هي ما عندهاش سيل وول. غياب السيل وول في المايكوبلازما يديها حاجات مهمة، ان هي ما تبقاش ستيند بالجرام ستين. لو جينا نعمل لها جرام ستيننج تبقى بورلي ستيند بي. حاجة مهمة زي ما قلنا السيل وول مسؤولة عن الشيب اوف ذا سيل. طب نيجي بقى المايكوبلازما، هنا هتاخد فاريابل شيبس لان هي ما عندهاش سيل وول. الانتيبيوتكس اللي بتشتغل على السيل وول هتبقى ineffective في علاج المايكوبلازما انفكشنز. يبقى المايكوبلازما هي السمولست فري ليفنج اورجانيزمز اللي موجوده حوالينا. اهم حاجه ان هي ما عندهاش سيل وول، غياب السيل وول خلاها تبقى ستيند بورلي بالجرام ستين، تاخد فاريابل شيبس. الانتيبيوتكس اللي بتانهبت السيل وول هتبقى ineffective في التريتمنت اوف مايكوبلازما انفكشنز. تاني فيتشر مهم فيها زي ما اتفقنا ان السيل ممبرين بتاعها فيه كوليسترول، وده شبه مين؟ شبه الايوكاريوتيك سيل ممبرين. يبقى التو سترايكنج فيتشرز في المايكوبلازما ان ما عندهاش سيل وول، والسيل ممبرين بتاعها فيه كوليسترول شبه الايوكاريوتيك سيل ممبرين. المايكوبلازما تجرو على الارتفيشال ميديا لازم تبقى سبلايد بسيفرال ليبيدز عشان تسبورت الجروث بتاعها على الكالشر ميديا اللي عندنا في الليب. يبقى المايكوبلازما لها كومبلكس نيوتريشنال ريكويرمنتس، محتاجه سيفرال ليبيدز تو بي سبلايد، نحطها على الكالشر ميديا تو سبورت الجروث بتاع المايكوبلازما. تاني كاركتر مهم فيها ان هي بتجرو سلولي، الجروث بتاعها بيبقى بطيء، بتحتاج حوالي 1 ويك عشان تقدر تكون لنا فيزيبل كولوني على الكالشر ميديا. عشان تقدر تكون مستعمره نقدر نشوفها على الكالشر ميديا محتاجه اسبوع. الكولوني بتاعتها لها كاركترستيك شيب بنسميها فرايد ايج كولوني، بتبقى شبه البيض المقلي. الكولوني دي بيبقى ليها ريزد سنتر، السنتر بتاعها بيبقى عالي، والاوتر ايدج بتبقى رفيعه، فبتديها منظر الفرايد ايج. دي فيري كاركترستيك للمايكوبلازما كولوني. الميديكالي امبورتنت مايكوبلازماز اللي عندنا، اول واحده مايكوبلازما نيموني، ودي اللي هندرسها بالتفصيل. تاني حاجة عندنا المايكوبلازما هومينس، دي بتعمل البلفيك انفلاماتوري ديزيز. بعد كده عندنا المايكوبلازما جينيتاليوم، دي بتعمل يوريثرايتس مينلي في الميلز، والانفكشن بتاعها في الفيميلز بيبقى اسيمتوماتيك. فالمايكوبلازما جينيتاليوم مينلي كوزنج يوريثرايتس ان ميلز. بعد كده عندنا اليوريبلازما يوريليتيكام، دي بتعمل لنا نانجونوكوكال يوريثرايتس. واهم حاجه فيها كاركتر فيها بيفرقها من بقيه المايكوبلازمز ان هي بتقدر تطلع اليوريز انزايم. نفتكرها ان هي يوريبلازما يوريليتيكام هي اللي بتطلع اليوريز انزايم. يبقى الميديكالي امبورتنت مايكوبلازما، مايكوبلازما نيموني، مايكوبلازما هومينس، مايكوبلازما جينيتاليوم، ان يوريبلازما يوريليتيكام اللي بتطلع اليوريز انزايم ويقدر يفرقها من بقيه المايكوبلازماز. نبدا بالمايكوبلازما نيموني، هي الموست فريكوينت كوز اوف نيمونيا. هي بتبقى ترانسميتد بالريسبيراتوري دروبلتس. نعرف عن الباسيلاي بتاعتها ان هي لها تيبرد اند، لها ناحيه مدببه، الناحيه بتاعتها دي فيها سبيسيفيك بروتينز، هي دي البوينت اوف اتاتشمنت للريسبيراتوري ابيثيليوم. هي بتخش تلزق بالتيبرد اند بتاعتها على الريسبيراتوري ابيثيليوم، وبعدين ما بتعملش انفيجن للريسبيراتوري ميكوزا، انما بتعمل ايه؟ بتيجي على السيلياري موفمنت بتاعت السيليا وتبتدي تعمل لها انهبيشن وتعمل نكروزس للريسبيراتوري ابيثيليوم. مين كمان بيساعدها؟
الهيدروجين بيروكسيد اللي هي بتطلعه بيساعدها انها تقدر تعمل دامج للريسبيراتوري تراكت سيلز. يبقى مين للمايكوبلازما نيموني ترانسميتد بالريسبيراتوري دروبلتس، الباسيلاي شكلها تيبرد، التيبرد تيب بتاعتها دي بتبقى فيها سبيسيفيك بروتين هي دي اللي بتخش تلزق بيها على الريسبيراتوري ابيثيليوم، ومنها تبتدي تعمل انهيبيشن للسيلياري موفمنت وتعمل نكروزس للابيثيليوم ويساعدها في الهيدروجين بيروكسيد اللي هي بتطلعه. لو جينا للبالمونري ديزيزز اللي بتعملها لنا المايكوبلازما نيموني، زي ما قلنا هي الموست فريكوينت كوز اوف نيمونيا. حاجة مهمة عنها ان هي الموست كومن تايب اوف اتيبيكال نيمونيا. لو نفتكر عرفنا قبل كده يعني ايه الاتيبيكال نيمونيا لما جينا ناخد مع بعض الليجونيلا نيموفيلا وعرفنا ان هي سبب من اسباب الاتيبيكال نيمونيا. قلنا ان الديزيز في الاتيبيكال نيمونيا ما بيبقاش شبه النيموكوكال نيمونيا اللي احنا متعودين عليها. نزود حتة كمان النهاردة في الاتيبيكال نيمونيا ان كمان الكوزيتيف بكتيريا ما بتبقاش نقدر نعمل لها ايزوليشن على الروتين كالشر ميديا بتاعتنا. يبقى كلمة اتيبيكال نيمونيا معناها يا اما الديزيز ما بيبقاش شبه النيموكوكال نيمونيا، تاني حاجة الكوزيتيف بكتيريام كانوت بي ايزوليتد على الروتين كالشر ميديا. اسباب الاتيبيكال نيمونيا لغاية دلوقتي عرفنا الليجونيلا نيموفيلا، تاني حاجة المايكوبلازما نيموني، وهنعرف بقية البكتيريا الكوزيس اوف اتيبيكال نيمونيا مع بعض. طيب نعرف كمان ان هي ممكن تعمل ازي بالمونري ديزيز، ممكن تعمل لنا كمان برونكايتس. يبقى البالمونري ديزيز اوف مايكوبلازما نيموني تعمل لنا نيمونيا، وزي ما قلنا هي الموست كومن تايب اوف اتيبيكال نيمونيا. تاني حاجه ممكن تعمل لنا برونكايتس. Infection with mycoplasma pneumoniae ممكن يبقى presented by extrapulmonary manifestations زي الهيموليتيك انيميا او الارثرالجيا او النيورولوجيكال manifestations. دي اكتر extrapulmonary manifestations ممكن تكون موجودة مع المايكوبلازما pneumoniae infection. لقوا ان ممكن يفسرها ان اثناء الانفكشن بتتكون اوتو انتي بوديز، بتتكون اجينست الريد بلاد سيلز وممكن اجينست البرين واللونج والليفر سيلز. الاوتو انتي بوديز دي سموها كولد اجلوتينينز. لقوها ان هي ممكن تكون انفولفد في بعض الاكسترا بالمونري مانيفستيشنز اللي بتحصل اثناء المايكوبلازما نيموني انفكشن. السبايروكيتس هي thin walled flexible spiral bacilli. السيل وول بتاعتها شبه السيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا. الموتيليتي بتاعتها والكاركترستيك شيب ده بيبقى نتيجة لوجود الاكزيال فيلامنتس. وجود الاكزيال فيلامنتس هي اللي بتديها السبايرال شيب وهي اللي بتديها الموتيليتي. طب هي بتتحرك ازاي؟ الموتيليتي بتاعتها بتيجي من الانديوليشن اوف ذا اكزيال فيلامنت. الانديوليشن معناها التموج بتاع الاكزيال فيلامنتس، فبينتج عنها روتيشن للاورجانيزم اراوند اتس لونج اكسس. يبقى مهم جدا نبقى عارفين السبايروكيت هي سبايرال شيبد باسيلاي، هي بتبقى موتايل وبتاخد الكاركترستيك شيب عشان وجود الاكزيال فيلامنت. السيل وول بتاعتها سيميلر للستركشر بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. الميديكالي امبورتنت سبايروكيتس عندنا التروبونيما والبوريليا والليبتوسباير، هما دول التلاتة المهمين نبقى عارفينهم، تروبونيما بوريليا اند ليبتوسباير. مورفولوجيكالي عايزين نفرق التلاتة من بعض. اول حاجة التروبونيما شكل السبايرالز بتاعتها بتبقى ثين وطايت، بتبقى رفيعة وقريبة من بعضها. لو جينا للبوريليا السبايرالز بتاعتها بتبقى لارج ولوزلي كويلد سبايرالز، مهم جدا نبقى عارفين مورفولوجيكالي شكلها عامل ازاي. لو جينا للليبتوسبايرا بنلاقي السبايرالز بتاعتها بتبقى ثين وطايت سبايرالز، يبقى ده مورفولوجيكالي. التروبونيما باليدم احنا هنعرفها بالتفصيل، دي اللي بتسبب لنا مرض السيفاليس او الزهري. لو جينا للبوريليا عندنا تو امبورتنت سبيشيز لازم نبقى عارفينه. عندنا اول واحدة اسمها البوريليا ريكرونتس، دي بتسبب لنا مرض اسمه الريلابسنج فيفر.
الريزرفوار بتاعها هم الهيومنز. طيب المود اوف ترانسميشن بتحصل، بتنتقل ازاي وتعمل لنا الريلابسنج فيفر؟ عن طريق اللاوس بايت، اللاوس اللي هو القمل، عن طريق البايت بتاع القمل. لو جينا نشوف هي اسمها ريلابسنج فيفر ليه، البوريليا ريكرونتس بيحصل فيها حاجه غريبه جدا اثناء الانفكشن بتاعها، الانتيجنز بتاعه الاورجانيزم بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها فاريشنز باستمرار. فما بتظهر انتيجنز من الاورجانيزم موجوده في السيركوليشن، تبتدي الانتي بوديز تتكون ضدها. بعد شويه يحصل ايه؟ الاورجانيزم يحصل له فاريشن، يغير الانتيجنز بتاعته. يحصل ايه تاني؟ يحصل للعيان ريلابس للالنس، وتبتدي الانتي بوديز اللي كانت موجوده في جسمه ما تقدرش ايه تمنع الانفكشن، فيحصل له انذر انفكشن مره كمان، يرجع تاني الاورجانيزم يغير نفسه، يحصل تاني ريلابس للانفكشن. عشان كده سميناها ريلابسنج فيفر، بيحصل ريلابسز كتيره للالنس نتيجه للانتيجينيك فاريشن اللي بيحصل في البوريليا. فالعيان ممكن يحصل له ريبيتيشن للالنس من 3 ل 10 مرات، يحصل ريبيتيشن للريلابسنج فيفر على العيان، عشان كده سميناها ريلابسنج فيفر. لو جينا للبوريليا بورج درفيري، دي بتعمل لنا ديزيز اسمه اللايم ديزيز. لو جينا نعرف مين الريزرفوار بتوعها، هما السمول مامالز زي المايس الفرين، وبتنتقل عن طريق التيك بايت. اخر حاجه عندنا الليبتوسبايرا، الريزرفوار بتاعها بيبقى الراتس والاذر رودنتس والهاوس هولد بيتس زي الدوجز وممكن كمان الكاوس، كل دول ممكن يكونوا ريزرفوار ليها. اهم ريزرفوار ليها هم مين؟ الرودنتس زي الراتس وبقيه الرودنتس اللي ممكن تكون موجوده اللي هم القوارض. لو جينا نشوف الليبتوسبايرا بتعمل لنا ديزيز اسمه الليبتوسبايروزس. طيب المود اوف ترانسميشن بتاعها بيحصل ازاي؟ احنا قلنا مينلي الريزرفوار بتاعها هم الرودنتس، بتحصل عن طريق السويمنج contaminated water او consuming او ان احنا ناكل contaminated food or drink باليورين بتاع الانفكتد انيمال. يبقى الانيمالز الرودنتس دولت هيطلعوا الاورجانيزم في اليورين بتاعهم، واليورين ده لو حصل منه contamination للووتر اللي احنا بنعمل فيه swimming اللي بنعوم في الووتر ده، ممكن ناكواير الليبتوسبايروزس، او نعمل consumption لcontaminated food or drink باليورين برضو هيجيب لنا الليبتوسبايروزس. كل الميديكالي امبورتنت سبايروكيتس يقدروا يجروا على البكتيريولوجيكال ميديا اللي عندنا في اللاب، ما عدا التروبونيما باليدم هنعرف عنها، هي الوحيده اللي ما بنقدرش نعمل لها بروباجيشن على البكتيريولوجيكال ميديا. يبقى الميديكالي امبورتنت سبايروكيتس نبقى عارفينهم هم التروبونيما، بوريليا وليبتوسباير. ببساطه جدا نفرق بينهم مورفولوجيكال الثلاثه شكلهم عامل ازاي، نعرف ان التروبونيما باليدم هي اللي بتعمل لنا مرض السيفلس. لو جينا للبوريليا عندنا اتنين، بوريليا ريكرونتس اللي بتعمل لنا ريلابسنج فيفر، بوريليا بورج درفيري بتعمل لنا اللايم ديزيز، والليبتوسبايرا اللي بتعمل لنا الليبتوسبايروزس. وقلنا الليبتوسبايروزس بينتقل ازاي؟ عن طريق السويمنج في الكونتامينيتد ووتر او كونسيومينج كونتامينيتد فودر ووتر باليورين اوف انفكتد انيمالز. تروبونيما باليدم زي ما قلنا هي دي بتسبب لنا مرض السيفلس او الزهري، وعرفنا عنها ان هي ما بتقدرش تجرو على البكتيريولوجيكال ميديا ولا في السيل كلشر. نعرف كمان عنها ان هي جرو فيري سلولي، الجروث ريت بتاعها قليل، فمعنى كده نخلي بالنا واحنا بنعالج العيان ان الانتي بايوتكس لازم تفضل في افكتيف ليفل فور سيفرال ويكس عشان نتاكد ان احنا عملنا كيلينج للاورجانيزم وعملنا كيور للديزيز. عايزين نعرف هي بتبقى ترانسميتد ازاي. طبعا السيفلس بيبقى فيه ليجنز موجوده في العيان، الليجنز دي بيبقى فيها التروبونيما باليدم بتاعتنا، فلو حصل انتيميت كونتاكت او سيكشوال كونتاكت مع الليجنز اللي فيها التروبونيما باليدم ممكن ينتقل الانفكشن. another important route هو الفيرتيكال ترانسميشن، التروبونيما باليدم ممكن تنتقل اكروس ذا بلاسينتا، تنتقل من الام للايه؟ للفيتس بتاعها. طيب ممكن في الفيتس تعمل لنا ايه؟ الكونجنتال سيفلس ممكن البيبي يحصل له ابورشن، يحصل ابورشن من الاول، او ممكن يحصل ستيل بيرث، البيبي ما يكملش وينزل ميت، او ممكن البيبي ده يتولد وعنده بقى وعنده ليجنز مختلفه، ممكن يبقى عنده سكين اند بون ليجنز، ممكن يبقى عنده هاتشنسون تيس، دي بتبقى
منظر التيث في البيبي ده بتبقى very characteristic، بتبقى wide spaced كده وnotched، فدي بنسميها الهاتشنسون تيث. وممكن يبقى البيبي عنده هيباتوسبلين وميجالي، في انلارجمنت للليفر والسبلين، او ممكن يبقى في انترستيشيال كيراتايتس، بتبقى في حاجه افكتنج بيحصل كيراتايتس في الكورنيا، او ممكن يحصل ايت نيرف ديفنس، ممكن البيبي ده يحصل افكشن للعصب الثامن ويحصل للبيبي ده ديفنس. فالبرزنتيشنز بتاعه التروبونيما لو حصل لها فيرتيكال ترانسميشن اكروس ذا بلاسينتا من البريجننت فيميل للفيتس بتاعها، ممكن يحصل زي ما قلنا ابورشن ستيل بيرث، او البيبي يبقى بريزنتد بسكين اند بون ليجنز. الادلت سيفلس بيمر باربعه كلينيكال ستيجز لازم نبقى فاهمينهم كويس. اول واحده اسمها برايمري سيفلس، بعد كده عندنا سكندري سيفلس، ليتنت سيفلس، اند تيرشري سيفلس. اول حاجه الانكيوبيشن بيريود بتبقى حوالي من 4 لـ 5 اسابيع، والافريج بتاعها بيبقى 3 اسابيع. البرايمري سيفلس السايت اوف انوكيليشن للاورجانيزم بتبتدي تظهر مكانه السر على الجينيتاليا، هتظهر على البينس في الميل، وفي الفيميل ممكن تظهر على الليبيا والفاجينا. الالسر دي بتبقى نون تندر، ده وصف الشانكر، ده اللي في البرايمري سيفلس. بعد كده ممكن بعد 2 لـ 4 شهور العيان هيدخل في سكندري سيفلس، بيحصل ماكيلو بابولار راش بيظهر على السولز وعلى البولمز، ومع الراش ده بتظهر مويست ليجنز على الجينيتاليا بنسميها كوندايلوما ليتا. لو جينا للبرايمري سيفلس اللي فيه الشنكر والسكندري سيفلس اللي فيه زي ما قلنا الماكيلو بابولار راش على البالمز والسولز والكوندايلوما ليتا على الجينيتاليا، الليجنز ديت بتبقى مليانه بالسبايروكيتس، فمعنى كده انها هايلي انفكشوس ليجنز، ورحمه ربنا ان الليجنز دي بتهيل سبونتينيسلي من غير ما تسيب اي اثر. بعد كده العيان ممكن يدخل في ليتنت سيفلس، ممكن يقعد فتره طويله جدا 4 years من غير اي سيمتومز، ممكن يقعد من 3 لـ 30 سنة، من 3 to 30 years without any symptoms. ولكن في أي وقت لو عملنا له serological tests هنلاقي فيه infection is continuing وgoing. فمعنى كده latent syphilis مفيش symptoms، إنما serologically العيان ده positive for infection. من الليتنسي العيان ممكن يدخل بعد كده في تيرشري سيفلس، ده بيبقى فيه جرانيولوماز افكتنج ميني اورجانز في البادي، ممكن تبقى في السكين، ممكن تبقى في البون، ممكن تبقى في السنترال نيرفس سيستم، والجرانيولوما دي بتبقى عامله ديجنريشن للنيرفس سيستم والكارديوفاسكولار سيستم. يبقى السيفلس مينلي بيمر في 4 كلينيكال ستيجز، برايمري سيفلس قلنا دي بيبقى فيها الشنكر ودي نون تندر ألسر، ممكن تكون دي موجوده في السايت اوف انوكيليشن، ممكن نلاقيها على الجينيتاليا بتاعه الميل مثلا في البينس، والفيميل على الليبيا والفاجين. السكندري سيفلس قلنا ده عباره عن ايه، راش ماكيلو بابولار راش موجود على السولز وعلى البالمز، ومعاه كوندايلوما لاتا مويست ليجنز على الجينيتاليا. بعد كده ممكن يحصل ليتنت سيفلس 4 years من 3 to 30 years، العيان free of symptoms ما عندوش اي ليجنز بتظهر، ولكن سيرولوجيكالي العيان ده positive for continuing infection. بعد كده التيرشري سيفلس قلنا بيبقى فيه جرانيولوماز، وقلنا ده بيبقى من اللي ممكن تيجي في السكين في البون السنترال نيرفس سيستم والكارديوفاسكولار سيستم، وبتعمل فيهم ديجنريشن. لو جينا نشوف السؤال ده مع بعض regarding syphilis which one of the following is most accurate، أول حاجة the characteristic lesion of primary syphilis is a painful physical on the genitals. فاكرين لما قلنا البرايمري سيفلس قلنا الليجن بيبقى ايه، هو الشنكر، وقلنا الشنكر عبارة عن نون تندر ألسر على الجينيتاليا زي البينس في الميل والليبيا والفاجينا في الفيميلز. طيب يبقى كده اول واحدة دي غلط. تاني اختيار عندنا ان سكندري سيفلس the number of organisms is low and the risk of transmitting the disease to others is low. ايه رايكم؟ احنا قلنا البرايمري سيفلس والسكندري سيفلس الليجنز بتبقى مليانه بالاورجانيزم، الاورجانيزم النمبر بتاعه بيبقى هاي، والريسك اوف ترانسميشن تو اذرز بيبقى هاي.
التيرشري سيفلس هو اللي الاورجانيزم بيبقى كميته فيه قليله والريسك اوف ترانسميتنج الديزيز تو اذرز بيبقى قليل. طيب نيجي للي بعدها، ان سكندري سيفلس ذا نمبر اوف اورجانيزمز از هاي and the risk of transmitting the disease to others is high. ايه رأيكم؟ طبعا دي هي الرايت تشويس، يبقى دي صح ان فعلا number of organisms بيبقى عالي والrisk of transmission is high. In tertiary syphilis the number of organisms is high and the risk of transmitting the disease to others is high. ايه رأيكم؟ طبعا قلنا غلط، التيرشري سيفلس النمبر بيبقى لو والريسك اوف ترانسميشن بيبقى لو. يبقى الاجابه الصحيحه هي سي، ان سكندري سيفلس ذا نمبر اوف اورجانيزمز از هاي اند ذا ريسك اوف ترانسميتنج ذا ديزيز تو اذرز از هاي. بعد كده عندنا الاوبليجيت انترا سيلولار بكتيريا، زي ما قلنا عندنا الكلاميديا والريكتسيا. نبدا بالكلاميديا، هي اوبليجيت انترا سيلولار بكتيريا عشان تقدر تجرو محتاجه هوست سيل. ليه؟ لان هي ما تقدرش تعمل برودكشن للسفيشنت انرجي اللي هي محتاجاها عشان الجروث بتاعها، فمحتاجه هوست سيل فور جروث. تاني حاجه نعرفها عنها ان هي عندها ريجيد سيل وول، والسيل وول بتاعتها شبه السيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا. انما فيها كاركتر مهم ان هي ما عندهاش التيبيكال بيبتايدو جلايكان لير، ما عندهاش التيبيكال بيبتايدو جلايكان لير، مهم جدا نبقى عارفينها. يبقى الكلاميديا هي اوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا عندها سيل وول شبه السيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، انما لاكن جزا تيبيكال بيبتايدو جلايكان لير. لو جينا نشوف مين هم الميديكالي امبورتنت كلاميديا سبيشيز، اول واحده عندنا هي الكلاميديا تراكوماتيس. نعرف ان هي اكتر من 15 سيرو تايبس، بتنتقل عن طريق السكشوال كونتاكت والفيرتيكال ترانسميشن. الديزيزز اللي ممكن تعملها الكلاميديا تراكوماتيس من اسمها اول ديزيز هو التراكوما، ممكن تعمل كمان كونجنكتيفايتس، ممكن تعمل نيمونيا ويورثرايتس. تاني كلاميديا عندنا هي الكلاميديا نيموني، ودي بتنتقل بالريسبيراتوري دروبلتس وبتعمل لنا اتيبيكال نيمونيا. ده كده another cause للاتيبيكال نيمونيا. نفتكر مع بعض لغايه دلوقتي البكتيريا الكوزس اوف اتيبيكال نيمونيا اللي احنا خدناها، خدنا اول واحده ليجونيلا نيموفيلا، تاني حاجه خدنا مايكوبلازما نيموني، وادي تالت سبب الكلاميديا نيموني. بعد كده عندنا الكلاميديا سيتيكاي، ودي الناتشورال هوست بتاعها هم البيردز، وبتنتقل عن طريق الانهاليشن اوف درايد بيرد فيسز، وبتعمل لنا سيتيكوزس. المرض بتاعها اسمه سيتيكوزس، وهو ده كمان اتيبيكال نيمونيا. ده رابع سبب للاتيبيكال نيمونيا هو الكلاميديا سيتيكاي. الريبليكيتيف سايكل بتاعه الكلاميديا مختلفه عن باقي البكتيريا، تعالوا نشوفها كده مع بعض. بتبدا الريبليكيشن بتاعها باكسترا سيلولار ميتابوليكالي انرت انفكشوس اليمنتري بودي. الاليمنتري بودي ده يدخل جوه الهوست سيل، يتحول الى ميتابوليكالي اكتيف ريتيكوليت بودي. يبتدي الريتيكوليت بودي يعمل مالتيبليكيشن بالبينري فيشن، يبتدي يعمل مالتيبليكيشن، بعد كده يتحول الى elementary body، والelementary body ده يعمل lysis للسل ويبتدي يبقى released بره السل. يبقى again السايكل بتبدأ ب extracellular infectious metabolically inert elementary body. elementary body ده بيدخل جوه الهوست سيل، يتحول الى metabolically active reticulate body. الreticulate body يعمل multiplication بالبينري فيشن، وبعد كده يتحول الى elementary body يبقى released by lysis of the cell. الانفكشوس هو مين؟ هو الelementary body، والميتابوليكالي active form اللي هو جوه السيل هو الreticulate body. المultiplicating organism جوه السيل بيكون vacuole جوه السيتوبلازم، الvacuole دي بنسميها inclusion granule، ممكن نعمل لها احنا staining ونشوفها تحت الميكروسكوب. يبقى الانكلوجن جرانيولز دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتروسيتوبلازميك فاكيول، الفاكيول دي كونتيننج الريبليكيتنج اورجانيزم، ممكن احنا نعمل لها ستيننج وكود بي فيجوالايزد مايكروسكوبيكالي. تاني اوبليجيت انتروسيلولار بكتيريا عندنا هي الريكتسيا. مورفولوجيكالي هي فيري شورت باسيلاي، الباسيلاي دي لها السيل وول بتاعتها شبه الجرام نيجاتيف بكتيريا السيل وول،
مهم نبقى عارفين ان هي بتبقى maintained في animal we arthropod reservoirs وبتبقى transmitted للهيومن بالبايت اوف arthropods زي التكس واللايس والفليز ما عدا الكوكسييلا بيرنيتيوي. الكوكسييلا بيرنيتيوي دي بتعمل لنا مرض الكيو فيفر وبتبقى transmitted mainly عن طريق الانهاليشن اوف aerosols into the lung. الايروسولز دي بتبقى طالعه من اليورين والفيسز والبلاسينتال تيشو والامنيوتيك فلويد بتاع الانفكتد انيمالز زي الكاتل والشيب والجوتس. الكوكسييلا بيرنيتيوي اللي بتسبب الكيو فيفر دي خامس بكتيريا الكوز اوف اتيبيكال نيمونيا. لو جينا نفتكر مع بعض بقى البكتيريا الكوز اوف اتيبيكال نيمونيا، اول واحده ليجونيلا نيموفيليا، كلاميديا نيموني، كلاميديا سيتيكاي، ومايكوبلازما نيموني، ودلوقتي الكوكسييلا بيرنيتيوي اللي بتعمل لنا الكيو فيفر. هم دول الخمسه بكتيريا الكوز اوف اتيبيكال نيمونيا. كل الريكتسيال ديزيزز ار زونوزس موجودين في الانيمالز وبينتقلوا للهيومن animal to human transmission ما عدا الابيديميك تايفس، ده الوحيد اللي بيحصل في الهيومنز، وهيومن تو هيومن ترانسميشن بيحصل عن طريق اللايس. mainly الريكتسيا بتعمل vasculitis، بتعمل infection للاندوثيليال سيلز lining البلاد فيسلز. الفاسكيولايتس دي حسب الفيسل اللي هيبقى affected بيبتدي تظهر الكلينيكال بيكتشر. لو عملت affection للفيسلز اوف ذا سكين بتعمل characteristic rash. لو عملت affection للفيسلز اوف ذا برين ممكن تعمل prominent headache. ده اللي نبقى عارفينه على الباثوجينيسيس بتاع الريكتسيال ديزيزز، ان كلهم زونوزس ما عدا الابيديميك تايفس، ده الوحيده اللي بتحصل في الهيومنز. مين اللي هي بتعمل vasculitis وحسب الaffected vessels تظهر الكلينيكال بيكتشر. skin vessels تعمل characteristic rash، لو brain vessels ممكن تعمل prominent headache.